إحدى ليالي رمضان الحارة واجه أقوى ناد في البلاد الجيش الملكي نادي الرجاء البيضاوي. جيد في مسار التحكيم المغربي هنا الراسية وخطيرة ولد الأول جول من علاوي 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 هنا بندريس تسديدة قوية جول للجيش الملكي. هنا القديوي محاولة خطيرة فلاح تمريرة عرضية خطيرة هدف ثالث جول اخرى للجيش تسديدة دائرية هدف الهدف لصالح الجيش بندريس عريس الجيش الملكي بهذه الليلة.